لانه ما شاء الله تبارك الرحمن اولاد ثلاث ايام السابغات، اللهم صل على سيدنا محمد. شوف هذا كلهن ولدن وجه واحد، لان طليانهن اللهم صل على سيدنا محمد شين. كلهن يومين ثلاث، يعني اليوم والبرح وولا البرح. طبعا الخرفان صغار هن بحاجة إلى رعاية يعني بشكل غير طبيعي الصراحة، يعني بحاجة إلى رعاية ومداراة حتى يصل عمره، خلينا نقول أسبوع. بعد أسبوع يظل بده مداراة، ولكن بعد أسبوع شوي خلاص تعرف أنه الطلي خلاص عرف أمه، ما عاد يظل جوعان، ما عاد بحاجة إلى مراقبة مكثفة، ولكن الطلي يظل بحاجة إلى رعاية حتى يتم بيعه أو يتعدى عمره 4 شهور 5 شهور وينخلط مع الغنم. طبعا كونا جديدين بالعمل لحد الآن لساني ما أعرف أسماءهن، لكن إن شاء الله بالأيام المقبلة أشوفكم أسماء أعلمكم شو أسماءهن.
No!